احنا المره اللي فاتت اتكلمنا المره فاتت على اننا هنشرح بقى الليرنينج رولز، وقلنا انه ما ينفعش اني احط النتورك بتاعتي وابتدي اعمل اسامبشنز للويتس الليرنينج بارامترز بتاعه الالجوريثم، وبعد كده ابتدي اعمل ايه، افكر هي ترى هتتعدل وهتبقى قيمتها كام زي ما كنا بنعمل في اللوجيك جيتس. اللوجيك جيتس الموضوع كان سيمبل، كنا بنستخدم 1 نيورون 2 نيورون، الموضوع كان بسيط. لكن علشان استخدم النيورال نتورك بقى تو سولف اني بروبلم، فانا محتاجه رول امشي عليها على اساس ان انا اعرف ازاي بعمل ابديت للويت كل مره. الدنيا ماشيه ازاي؟ الدنيا ماشيه بشكل سيستماتيك زي ما كنا بنعمل بالظبط في الماشين ليرنينج. ازاي كده؟ يعني نقدر نقول الالجوريثم اللي هنمشي عليه هيكون بالشكل ده. اول حاجه هتعمل انيشاليزيشن للبارامترز بتاعتك اللي هي ايه، الليرنينج بارامترز اللي هي الويت. هتعمل انيشاليزيشن للليرنينج كونستانت اللي هو ايتا او سي وات ايفر، يعني هو الليرنينج كونستانت. هتعمل انيشاليزيشن لعدد الاوتبوتس بتاعتك، هتعمل انيشاليزيشن لمجموعه بارامترز هنبقى ايه نزودها بعدين لما نشرحها. بعد ما تعمل العمليه الانيشاليزيشن بتدخل ايه، لو انت بعد ما تعمل الانيشاليزيشن بتبتدي تدخل ايه يا جماعه، الداتا سيت بتاعتك. لو شغال سوبرفايز يبقى هتدخل الانبوت اوتبوت داتا سيت. تمام، هندخل الانبوت اوتبوت داتا سيت اللي هي كل الداتا اللي موجوده عندك، وليكن هي تيبل بالشكل ده، في مجموعه الانبوتس وفي الايه، خلينا نقول دي اللي هو التارجت او الكوركت اوتبوت اللي انا عايزاه. تمام، وليكن الانبوتس دي هي عباره عن مجموعه صور الام ار اي مثلا بتاعت الرنين المغناطيسي لمجموعه من البيشنتس انت عايز تعمل اناليسز معين عليهم باستخدام النيورال نتورك. طيب بعد ما ادخل الانبوت اوتبوت داتا سيت بتاعتي ببتدي اعمل ايه، ببتدي احسب اعمل كالكوليشن للاكتوال اوتبوت. احنا قلنا بنحسب الاكتوال اوتبوت في النيورال نتورك ازاي، حد فاكر؟ ادي النيورون وادي الانبوتس اللي داخل عليه، بعمل سميشن ادخله على اكتيفيشن فانكشن اطلع الايه الاوتبوت بتاعي اللي هو او او واي او وات ايفر اسمه ايه. يبقى الاوتبوت هيبقى عباره عن ايه، عباره عن اف اوف، اف دي اللي هي الاكتيفيشن فانكشن. تمام، اوف ايه بقى، summation W في X وال I من واحد ل M، صح كده؟ حد كده فيه مشكلة؟ حد. بعد ما بحسب الاوتبوت بتاعي ببتدي احسب الايرور اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن الـ desired minus الـ actual اللي بيطلع فعليا. رقم خمسة بقى، انا بحسب عندي حاجة، لو تفتكروا كنا بنتكلم عن دايما لما يكون عندي بتعامل مع intelligent methodology فانا مش محتاجة اكتر من هي بتعامل مع الـ problem as a black box. انا محتاجة data set ومحتاجة معاها ايه؟ objective function، صح كده؟ يبقى انا محتاجه objective function تقول لي هستوب امتى عشان اعرف انا وصلت اللي انا عايزاه ولا لا. وليكن objective function هي عباره عن انا ممكن استخدم objective function simply error، ممكن استخدم squared error عشان لما اربعه هيصغر اكتر، ممكن استخدم
المين سكوير ايرور، روت مين سكوير ايرور. ممكن استخدم اكتر من طريقه لتحديد الاوبجكتيف فانكشن، ودي هتبقى ليها محاضره ان شاء الله مفصله نشرح الفرق بينهم. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هجيب الانيشال فاليو اوف ويت سوبر سكريبت، يعني اتريشن رقم واحد اللي انا عملت لها انيشاليزيشن دي، وبعدين اضربها في الانبوت الاولاني، اجيب السميشن واحسب الاوتبوت بتاعي بعد ما ادخله اكتيفيشن فانكشن، واجيب الايرور الفرق ما بين الديزايرد ما بين الاوتبوت الاكتوال اللي طلع، وبعد ما احسب الايرور هعمل ايه؟ هعمل ابديت لقيمه الويت. يبقى الخطوه التاليه هي ان انا اعمل ابديت للويت اللي هو باستخدام الليرنينج رول اللي احنا هنتكلم عليه. يبقى ازاي بغير في قيمة الويتس؟ علشان انا عندي التارجت بتاعي ايه؟ اني لما ادخل انبوت معين على النتورك تطلع لي الكورسبوندينج اوبوت او الاكتوال اوبوت هو نفسه الديزايرد، او الفرق بينهم صغير جدا. ده الاوبجكتيف بتاعي من عملية الليرنينج اللي انا بعملها. لما ادخل الانبوتس بتاعتي، خدوا بالكم اول مرة قلت الانبوت، تاني مرة بقول ايه يا اسرة؟ الانبوتس. يعني ايه؟ يعني كل الانبوتس اللي عندك في الداتا سيت دي لما تدخل على نفس الفيكتور اوف ويتس المفروض انها تطلع لك كلهم صح. بمعنى ايه؟ تاني لو دخلت اكس 1 على الويتس قيمه محدده اللي انا وصلت لها السوليوشن بتاعي مثلا 3 وسالب 1 على سبيل المثال، هتطلع لي الواي هي نفسها دي 1، اول فرق بينهم صغير جدا. لما دخل X2 على نفس الثلاثة وسالب واحد هيطلع لي الواي بتاعتها هي نفسها دي desired actual اللي طلع التارجت أسفة، تمام؟ لما دخل كل الداتا سيت دي من X1 لحد XM اللي هو الM training sets، المفروض كل واحدة تدخل على فيكتور محدد أنا هوصل له من خلال عملية التريننج اللي بعملها النيورال نتورك. يبقى أنا بعمل تريننج عشان أوصل للسوليوشن. إيه هو السوليوشن؟ ان انا اجيب just one vector of weights على سبيل المثال كده، او خلينا نقول m بيحقق كل training set just one vector one solution، تمام؟ مش ده اللي كنا بنعمله في الماشين ليرنينج؟ كنا بنجيب vector من الثيتا اللي هي learning parameter اللي بتحقق لي كل الداتا سيت. هو ده اللي انا بعمله. فانا بقعد اعمل training لاني بدخل الويت اللي هي الانيشال اللي انا فرضتها واضربها في الانبوت وابتدي احسب الاكتوال اوتبوت واقارنه بالديزايرد، هلاقي فيه نسبه ايرور، فبالتالي محتاجه اعدل في الويت. محتاجه اعدل في الويت لو انا بشتغل انكريمنتال بقى، هقوم واخده النيو فاليو اوف ويت واقوم ضرباها في الانبوت الثاني اكس 2 علشان احسب الاكتوال اوتبوت رقم 2، وابتدي اقارنه بالديزايرد بتاعه واحسب الايرور واعمل ابديت للويت، وبناء عليها احسب الويت الجديده، وهكذا. كده انا شغاله ايه؟ incremental learning step by step. ماشي يا شباب؟ اذا هي الفكره ان عايزه اوصل في الاخر بعد ما اخلص كل ده اني اطلع بويت بتحقق كل دول. طب هعرف منين انها حققت كل دول؟ يعني دخلت هنا ساعة سبيل مثال، هنا طلعت ايرور، هنا طلعت ايرور، هنا طلعت ايرور، جت في اخر مثلا ثلاثة وطلعتهم كوريكت صح، فكانت النيو فاليو اوف ويت بتساوي الاولد. هل اعمل ستوب؟ هل اعمل ستوب اعمل ترمينيشن للالجوريثم؟ لا. ليه؟ لاني لازم الفيكتور ده يحقق كل تريننج سيت، يحقق كل الداتا نفسها، فبرجع اعمل تريننج تاني بحيث ان في كل ستيب من دول لو هم 1000 الالف يدوني ايرور صفر، او ايرور مثلا واحد من مية، واحد من الف، زي ما انت هتحدد الجول بتاعك. يبقى مش حتى لو كلهم يدوني صح وواحد غلط هعيد تاني تريننج، لانه لازم كلهم يدوني صح. ما هو معنى ان هم كلهم يدوني الايرور مش موجود معناها ايه؟ معناها ان السوليوشن ده بيحققهم كلهم، معناها ان الفيكتور ده لو اتضربوا فيه كل الانبوتس على حده هيطلع لي الكوريكت اوتبوت بتاعهم المطلوب اللي هو موجود هنا كديزاير، صح يا جماعة؟ طيب يبقى ده اللي احنا عايزين نوصل له. احنا عارفين طبعا ان new value of weight بتساوي old value of weight plus مقدار الـ change اللي بيحصل في الويت.
يبقى أنا عندي initial value هجمعها على الدلتا W اللي هنحسبها حسب learning rule اللي شغال عليها، هيديني new value of weight. بعد ما يديني new value of weight أعمل إيه من اللي أنا شرحته؟ إيه رأيكو؟ هنستخدمه تاني، يعني هندخله هنعمل، قولي لي اكتبي هنا يعني اقول له go to step 3. ها ايه رايكم؟ ايه طيب مش حاسين ان في حاجه محتاجه اعرف انا هستوب ازاي بالظبط؟ تشيك على ايه بقى؟ هتشيك على اتنين حاجتين، هتشيك على الايرور وهتشيك على عدد الباترنز الداتا سيت خلصت ولا لا. طيب تفتكروا انهي ايرور هتشيك عليه، ده ولا ده؟ اولا ده انا هحسبه بشكل كوميوليتيف. ليه هحسبه بشكل كوميوليتيف؟ علشان هاجي هنا وهجيب الايرور، خلينا نسميه اللي هو الجي 1، هاجي هنا هحسب جي 1 بلس جي 2 وهكذا لحد ما اجيب جي 1 بلس جي 2 لحد جي ام. لو المجموع بتاعهم الكوميونيتيف ايرور هنا ده طلع بيساوي صفر او قيمة محددة، انا ممكن اعمل لها initialization هنا في الاول، اقول له والله انا بالنسبة لي لو وصلت عند مثلا الرقم ده sufficient، الجول بتاعي كده اوكي. لو انا عملت تيست على القيمة دي معناها ان انا بقول ايه؟ بس خلي بالك من حاجة، هو لو اداني هنا error وليكن هنا اداني 5 والباقي اداني 0، فهيبقى 5 بلس الاصفار هيبقى 5، فهيبقى رقم كبير. لما كلهم هيدوني اصفار او رقم صغير جدا، ساعتها اقدر اقول ان لما بجمعهم كلهم على بعض اقدر اعرف منها اذا كانت السايكل دي بنسميها سايكل، عندها حصل تريننج وبالفعل كلهم حققوا ان الايرور يبقى اكسبتبل. فاقوم اعمل تشيك هنا اف جي بس قبل ما اعمل ده لازم الاول اتشيك على الايه؟ الباترنز بتاعتي، صح كده؟ اف بي مثلا اكبر من او بتساوي البي اللي هي دي كابيتال ودي سمول مثلا الباترنز بتاعتك، then لو عديت الباترنز هتعمل ايه ولو ما عديتش الباترنز هتعمل ايه. لو اكتر من الباترنز يعني خلاص انت عديت القيمة هتعمل ايه؟ هتشيك الايرور، صح. يبقى then step 8 مثلا، واجي على step 8 واعمل ايه؟ if الجي اعمل ايه برضو؟ لو وصلت للقيمة اللي انا عايزاها هعمل ايه؟ ولو ما وصلتش then stop او solution else. قبل ما هطلع للثري لازم اصفره، يبقى لازم اصفر ده وبعدين اروح لستيب 3. ليه بصفره؟ علشان هبدا، هو اوريدي ما اتعلمش فهبدا سايكل جديده، هعمل ريتريننج من اول وجديد، فعمل ريتريننج من اول وجديد لازم اصفره عشان هو خاص بالسايكل. الايرور اللي هو الكوميونيتيف ده خاص بكل سايكل على حده.
انا هنا جربت W1 W2 W لحد ما وصلت ل W وليكن رقم كذا وما اتعلمش برضو ستيل الايرور كبير، فبعمل ريتريننج مره تانية، ريسايكلينج مره تانية. فلما بعمل فكان لو دي اكس مثلا 10 فتبقى دي هتبقى ساعتها اللي هي كانت 1 هتبقى اكس 11 مع مين بقى؟ مع الويت الجديده اللي هي اخر واحده انا وقفت عندها، ماشي يا جماعه؟ فبالتالي هيحصل تشينج طول الوقت. اذا الستبس دي هنمشي عليها طول المنهج تقريبا، هي نفس الستبس عشان تعرفوا ان الامور بس ايه بسيطه ما فيش فيها اي تغيير غير في مكانين. ايه هما؟ دي ودي. يبقى التغيير اللي بيحصل عندي هنا هو انا بستخدم اكتيفيشن فانكشن شكلها ايه وشكل الليرنينج رول اللي انا بشتغل عليها هتبقى عامله ازاي. تمام؟ طيب احنا اخدنا المره اللي فاتت، صوروا الكلام ده الاول عشان مش مكتوب في السلايدز قبل ما امسحه. ايه؟ لا، عدد الاي بوكس نفسها اللي هي عدد الايتريشنز، عدد الستبس اللي انت هتعملي بيها عمليه تريننج. الباترنز هي الداتا سيت، الداتا اللي عندك اصلا. انت ممكن تعملي ريتريننج على نفس الداتا تاني. صورتوها ولا هي مصوره في المحاضره خلاص يعني؟ طيب احنا كنا اخذنا المحاضره اللي فاتت الدلتا ليرنينج رول، واخذنا ده بقى انا مش هحتاج اكتبه تاني، ده خلاص انتوا يعني ايه تحفظوه في مخكم علشان دي الستبس اللي احنا هنمشي بيها كل البروبلمز حتى المسائل اللي انتوا هتحلوها. عندنا هنشتغل على نوعين من الليرنينج رولز. يا اما بيزد على سوبرفايزد ليرنينج يا اما بيزد على ان سوبرفايزد ليرنينج. امتى استخدم ده وامتى ده؟ لو الداتا سيت بتاعتي ليبل يعني الكل انبوت عندي كورسبوندينج اوتبوت، وامتى استخدم الان سوبرفايز؟ لو عندي الداتا سيت ان ليبل. في تكنيكس كل واحد فيهم هناخد في السوبرفايزد، او اخذنا بالفعل الدلتا ليرنينج رول وكنا بنسميها ايه؟ الايرور كوركشن رول، واخذنا الويدروهوف وقلنا ان الويدروهوف هي عباره عن ايه؟ سبيشال كيس من الدلتا ليرنينج رول، وفاضل كنا هنتكلم على البرسبترون. طبعا في ليرنينج رول كتيره جدا بس احنا هناخد جزئياتنا. في الان سوبرفايزد هناخد الهيبيان وهناخد الكومبتيتيف ليرنينج او الوينر تيكس اول. طيب الفرق ما بين الدلتا ليرنينج رول بتشتغل على السيجمويد اكتيفيشن فانكشن اللي هي كانت الفانكشن بتاعتها بايه؟ حد فاكر؟ صح كده؟ والويدروهوف بنتعامل مع لينير اكتيفيشن فانكشن، فالاف اوف اكس بتساوي اكس. هيتبقى البرسبترون بيتعامل مع ساين اكتيفيشن فانكشن اللي هي ايه الساين؟ اللي هي البايبولر باينري اكتيفيشن فانكشن. لو دي اكس يبقى دي اف اوف اكس فتبقى بالشكل ده. تمام؟ طيب لما جينا شرحنا الدلتا ليرنينج رول، مش عارفه شرحنا المحاضره فاتت الجريدينت ديسنت، وانتوا طبعا خدتوه قبل كده معايا الترم اللي فات، كانت بيزد على الجوريثم اسمه الجريدينت ديسنت الجوريثم، وقلنا ان احنا الليرنينج رول
هنشتقها من المعادلة دي اللي هنحتاجها بعد كده عشان نطلع منها بكل الايه اللي احنا عايزينه. لو شكل الاوبوت عندي اسفل learning parameters اللي هي مين learning parameters اللي هي مين الويت مظبوط والobjective function اللي هي جي مثلا. احنا اخدنا الجي على انه سكويرد ايرور لو لسه قايلها لكم دلوقتي بتساوي نص في الديزاير ماينس الاكتوال سكوير. اوكي دي معادله تربيعيه شكلها ايه بروبلا صح ادي البروبلا اهي وقلنا الكلام ده قبل كده ان انا لو انا في بدء الانيشال سوليوشن بتاعي عند W1 هنا هعمل ابديت زي ما شرحت من شويه في الالجوريثم هيبقى عندي مثلا وليكن الويت الجديده هنا هعمل ابديت الويت الجديده هنا وهكذا لحد ما اوصل لمين الجلوبال اوبتيما اللي هو الاوبجكتيف بتاعي. من هنا طلعنا بعلاقه بتقول ان مقدار التشينج في الويت زي ما احنا شايفين بيتناسب مع الجريدينت بتاع الاوبجكتيف فانكشن بس كمان ديسنت لانه دايما بنزل لتحت علشان اوصل للاي سوليوشن بتاعي. الديسنت وصفناها باشاره نيجاتيف والجريدينت كان ايه تفاضل الايرور او الاوبجكتيف فانكشن بالنسبه للويت. ماشي ومنها فضلنا المعادله دي علشان نقدر نطلع بمعادله الليرنينج رول بتاعه الدلتا او الايرور كوركشن وكانت الليرنينج رول بيزد على الكلام ده. فكان ايه بقى احنا هنفضلها مره واحده وبعد كده انتوا هتحفظوها وهوريكم القوانين ببعضها هتلاقوا القوانين كلها شكل بعضها ما عدا حاجه بسيطه يعني. دي عندي عباره عن ايه عباره عن اف في دبليو في الاكس صح كده او سميشن دبليو في الاكس. طيب تعالوا نفاضل دي يبقى دلتا دبليو بتساوي نيجاتيف ونفتح بقى قوس ونشوف تفاضل دي هيبقى الاثنين هينزل على اثنين في القوس في تفاضل القوس دي عباره عن ايه كونستانت صح الديزاير ده كونستانت وبالتالي هو تفاضله بالنسبه للويت صفر فيطلع عندي اشاره سلبي وفاضل دي اللي هي اف للدبليو في الاكس تفاضل الفانكشن باف داش. طب واللي جوه القوس تفاضله بالنسبه للويت بكام باكس فتطلع عندي الليرنينج رول دلتا دبليو بتساوي سالب مع السالب خلاص يبقى الايرور دي ناقص الواي سوري احنا طالما حطينا بيساوي يبقى لازم نحط ثابت تناسب خلينا اطلعها لكم فوق عشان الكل يشوف هتبقى دلتا دبليو هنا حطينا يساوي يبقى لازم احط ثابت تناسب وليكن سمينا ايه ماشي شلنا الايه البروبورشن وحطينا ثابت يبقى ليرنينج كونستانت السالب والسالب دول هيروحوا مع بعض يبقى عندي في الايرور اللي هو دي ناقص الايه الواي في الاف داش في الانبوت يبقى ده القانون اشتقيناه منين اشتقيناه من العلاقه ما بين التشينج اللي بيحصل ما بين التغير اللي بيحصل في الويت وما بين الجريدينت بتاع الايرور باستخدام الجريدينت ديسنت الجوريثم اللي هي الدلتا ليرنينج رول. يبقى في الدلتا ليرنينج رول هتبقى الليرنينج رول بتاعتي عباره عن الليرنينج كونستانت مضروب في الايرور مضروب في الاف داش خلينا بدل ما نقعد كل شويه نكتب ايه اكس في واي ومش اكس في دبليو وبتاع نكتبها نت مضروب في الانبوت تمام الاف داش هي الاف بتاعت دي يعني لو قلنا دي نت ودي نت يبقى تفاضل الفانكشن دي وهبقى ايه اقوله لكم بعد شويه
هنا هيبقى عندي الليرنينج رول بالنسبه لويدروهوف، ليرنينج كونستانت في الدي نايس الاول هي الايرور او في الواي مضروب في الانبوت. ليه؟ لان الفانكشن لينير تفاضلها بواحد، فتبقى المعادله ايه؟ نفس المعادله اهي. هتتفاجئ ان كل المعادلات هتبقى واحده، هي الليرنينج كونستانت مضروب في الايرور مضروب في الانبوت. بس هنا علشان داله متصله السيجمويد هيدي، يبقى فيه هنا عندي كمان اف داش نت، الباقيين هيبقوا بالشكل ده. طب والبرسبترون نفس الكلام، البرسبترون برضو على نفس المعادله دي، يبقى كل المعادلات اشتقت من ايه؟ من المعادله دي. الفرق بقى ان انا في البرسبترون ممكن اختصر المعادله حاجه بسيطه خالص، ان انا عندي طالما الاوتبوت، يعني انت الاوتبوت اللي بيطلع من النتورك لو بوزيتيف هيدي لك بلس 1، لو نيجاتيف هيدي لك نيجاتيف 1، صح؟ يبقى ايه الاحتمالات المتاحه اللي هتطلع في حاله لو استخدمت الاكتيفيشن فانكشن دي؟ طب ايه الاحتمالات المتاحه للايرور؟ طيب تاني، انا عندي learning rule اهي بتساوي learning constant في الدي ناقص الواي في الانبوت، الواي يا بلس يا ماينس 1، يبقى اكيد الديزايرد ايه؟ يا بلس يا ماينس 1، صح؟ يبقى ايه الاحتمالات اللي ممكن تطلع هنا؟ صح كده؟ زيرو معناها ان مفيش ايرور، زيرو ان هما الاثنين متساويين، الديزاير طلع زي الاكشوال فمفيش ايرور، صح كده؟ يبقى الاحتمالات الوحيده اللي هتطلع عندي في حاله البرسبترون لما بيستخدم البايبولر باينري فانكشن اللي هي ساين فانكشن هي بلس اور ماينس 2، علشان كده هنقول ان المعادله بتاعه البرسبترون باختصار شديد هي بلس اور ماينس 2 في الليرنينج كونستانت في الاكس. واحد يقول لك لا كده انت هتلخبطينا، خلاص عادي احسبها دي ناقص الواي عادي واستخدم نفس المعادله، دي صح ودي صح، يا بس الحكايه ان انا حصرتها لك في قيمتين علشان ايه؟ ده في حاله لو في ايرور، يعني علشان ما تضطرش ان انت تقعد تحسب الحسابات كلها. ماشي يا جماعه؟ يبقى ده بالنسبه للسوبرفايز ليرنينج رولز هتبقى بالشكل اللي قدامنا ده. اهي اهي السي هنا اللي هي الليرنينج كونستانت اللي بضرب فيها. طيب عايزين بقى نحل بروبلم ونشوف هتتحل ازاي. طلعوا لي كده ورقه وقلم. واول واحد هيحلها ليه بونص. وما عنديش مشكلة لو اتنين تلاتة حلوها يعني، بس في نفس الوقت يعني. هنا عندي بقول لك انا عندي الانبوتس اكس 1، احنا متفقين ما نجيش المحاضرة بدون نوت بوك وقلم. انا عندي شباب عندي 3 انبوتس اكس 1 اكس 2 اكس 3، وعندي ويت initial value للويت اللي هي W1 اللي انا فرضتها عملت لها assumptions دي. learning constant اعتبروه بواحد، حط learning constant بواحد للتسهيل، وابتدي اعمل لي training للنتورك. الاول ارسم لي شكل النيورون بالانبوتس اللي داخله عليه، تخيل شكله عشان تعرف تحط المعطيات عليه. ريفرشمنت عشان تفوقوا لان حاساكم نايمين ومش عارفه انتوا بتبقوا فاهمين ولا لا. احنا قلنا دي الداتا سيت بتاعتنا، السؤال اللي قدامنا ده معناه ايه؟
معناه ان انت عندك هنا x1 اللي هي دي x2 x3 والديزاير سالب واحد سالب واحد وواحد. دي داتا سيت بتاعتك. لو تفتكروا في ناس سالوني لو انا مدخله صوره هي x1 صوره الواحده، الصوره الواحده ايه؟ ما هي مجموعه من البيكسلز على جريد بترجمها الفيكتور، فالصوره الواحده هي فيكتور او الانبوت الواحد هو فيكتور. انا لو استخدمت جاست 1 نيورون واللي يخليك تعرف اكتر الويتس، الويت كم ايتم في الفيكتور؟ أربعة. يبقى انا عندي أربعة ويتس. طالما عندي أربعة ويتس يبقى عندي الانبوت الواحد x1 هاخده اضربه في الانيشال فاليو اوف ويت اللي هو عبارة عن كام؟ عبارة عن واحد وسالب اتنين وصفر وسالب واحد، وادخله على الاكتيفيشن فانكشن اللي هي الساين طالما شغالة بيرسبترون. ساعات بنسميها 3 شولد لوجيك يونت او الساين فانكشن. طلع لي الخارج بتاعي بتاع اول ستيب. يبقى اول ستيب هعمل ايه؟ هاخد الانبوت الاولاني اضربه في الانيشال فاليو اوف ويت، اجيب السميشن بتاعهم، اطلع الخارج، ادخله على الاكتيفيشن فانكشن اشوف هيطلع كام. الناس اللي طلعوها طلع 2.5 او سالب 2.5 مش فاكره، 2.5 صح؟ طلعت 2.5. طالما 2.5 يبقى الاوتبوت بتاعي هو عباره عن ساين ال 2.5، يعني ده رقم بوزيتيف يبقى بلس 1. ده الاكتوال اوتبوت. بس التارجت كان المفروض يطلع كام؟ يبقى انا هجيب الايرور واعمل ابديت للويت اللي هي الليرنينج كونستانت اللي احنا قلنا بواحد في الايرور اللي هو الديزايرد ماينس 1 ماينس الاكتوال اللي هو 1 يبقى ماينس 2 مضروب في الانبوت اللي هو x1 ده، فتبقى عندي نيو فاليو اوف ويت اللي هي w2 هتبقى عباره عن w1 اللي هي انيشال فاليو اللي هو اداها لي في المساله بلس مقدار التشينج. اخد بقى w2 دي واعمل ستيب ثانيه ادخلها على مين؟ على x2، فيدخل الانبوت الثاني x2 اللي هو 0.5 سالب نص سالب واحد، والويت بقت كام؟ نشوف ويت 2 بقت كام اهي اللي حسبتها، فتبقى 8/10 سالب 6/10 صفر، ودي كام؟ 7/10. يبقى نيو فاليو اوف ويت دخلت مع الانبوت الثاني، هنضربهم في بعض ونكمل بنفس الايه؟ طريقه واصله اهي. جبت ستيب 2 ان انا احسب الاوتبوت بتاعي W في الاكس، W جديده بقى اللي انا عملت لها ابديت دي في الاكس 2 اللي هي تاني انبوت موجود في الداتا سيت بتاعتي. وبعد ما طلع الاوتبوت طلع نيجاتيف 1.6 دخلوه على الاكتيفيشن فانكشن اللي هي الساين، طالما قيمه نيجاتيف تديني على طول ايه؟ نيجاتيف 1. اذا انا عندي الديزايرد نيجاتيف 1 والاكتوال نيجاتيف 1 متساويين، يبقى حصل هنا مفيش ايرور، عندي الايرور هنا صفر. تمام. اذا هتبقى ال W3 بتساوي ايه؟ W2، لان W3 بتساوي W2 بلس مقدار التشينج، فاصلا مفيش تشينج لان الايرور طلع بصفر، دي سالب واحد والاكتوال طلع بسالب واحد برضو، فاذا الايرور بصفر فايه؟ فهيبقى عندي W2 3 بتساوي W2. نرجع تاني ندخلها على الانبوت التالت اللي هو x3 ونحسب الاوتبوت، طلع برضو بقيمه نيجاتيف، نيجاتيف 1. يبقى هنا طلع ايرور، هنا مفيش ايرور، هنا في ايرور لانها طلعت نيجاتيف 1 وانا عايزاها بلس 1. طالما هنا
مع ان واحده ما حصلتش فيها ايرور بس انا ستيل ما عملتش تريننج للايه للانبوتس دي، لازم اعمل ريسايكل مره ثانيه. ماشي يا جماعه؟ فتطلع هنا نيجاتيف 1، التاني فيه ايرور، احسب الدلتا دبليو واحسب النيو فاليو اوف ويت اللي هي هتساوي الاولد بلس مقدار التشينج زي ما قلت لكم، يا بلس او ماينس 2. الساين بتديني بس التو اوبشنز دول، او صفر طبعا لو ما فيش ايرور. تمام؟ ده بيترمينيت السيكونسز اللي موجوده عندنا بس ما بيعملش تريننج للنتورك. طالما في ايرور في اي ستيب من الستيبس يبقى ما حصلش تريننج للنتورك، لازم كلهم ما يدونيش ايرور. ماشي؟ او هرجع واقول تاني مفيش حاجه اسمها مفيش ايرور الا لو انت بتشتغل باينري كلاسيفيكيشن، انما فيزيكالي لازم يكون عندك ايرور ولو حتى نسبه قليله جدا. حد مش فاهم عملنا ايه؟ حابين احلها على البورد ولا ماشي الحال؟ فاهمين؟ وصلت؟ طيب دي الدلتا ليرنينج رول ريفيجن بتاعها اللي انا كنت لسه شرحها من شويه على البورد، جت منين؟ والويدروهوف قلنا سبيشال كيس منها، الاف داش بتاعتها بواحد لانها لينير اكتيفيشن فانكشن، فالمعادله هي نفسها من غير الاف داش اللي احنا حطيناه. نيجي نشوف بقى الانسوبرفايزد ليرنينج ميثودز اللي هو لو انا عندي الداتا انليبلد. لو الداتا انليبلد انا هعمل ايه بقى؟ هحسب ايرور ازاي؟ ما عنديش تارجت اصلا عشان احسب عليه الايرور. فهنستبدل الموضوع بحاجه بسيطه جدا، الليرنينج رول بتاعتنا الليرنينج رول بتاعتنا هتبقى دلتا دبليو بتساوي الليرنينج كونستانت. بدل انا كنت بقول الدي نايس الاو او دي نايس الواي، هتبقى الاو بس مضروبه في الانبوت لاني ما عنديش دي، فهي نفس دي بس هشيل الديزايرد لاني ما عنديش اصلا ديزايرد، فهتبقى الليرنينج كونستانت في الاكتوال اوتبوت في الانبوت. تمام؟ هتتحسب بالشكل ده. ده بالنسبه لايه؟ الهيبيان ليرنينج الجوريثم اللي هو باستخدام الانسوبرفايزد ليرنينج ميثودز. طيب الايرور كان بيقول لي هقف امتى؟ ستوب ازاي؟ وده احنا فاهمينه في الانسوبرفايزد في السوبرفايزد ليرنينج، انه طالما عندي تارجت انا عارفه هستوب امتى. لما النتورك تتعلم، النتورك هتتعلم امتى؟ لما الايرور يبقى بصفر او يبقى صغير جدا اكسبتابل بالنسبه لك. طب في الحاله بتاعتنا دي تفتكروا النتورك هتتعلم ازاي وانا ما عنديش ايرور اعمل بيز عليه؟ تعالوا نفكر في الموضوع بشكل مختلف. انت معاك البازل وانا سحبت منك صوره البازل وانت بتشكلها، فانت شغال انسوبرفايزد، امتى هتستوب؟ لما اوصل للشكل بتاعي. طيب انت كهيومن بتقدر تقرر الشكل وصلت له ولا لا؟ برافو عليك يا شموع. لما الايتيمز نفسها خلصت انا عملت كل اللي اقدر عليه، في نسبه ايرور اكيد طبعا، لان الانسوبرفايز مش هيبقى زي ما يكون معاك اللوحه، صح يا جماعه؟ الجوجل فوتوز بيقسم بيعمل كلاسترنج للصور بتاعتك على الموبايل، بيقسمها امتى؟ بيستوب، جاب الصور وحط ده هنا ورمى ده هنا وحط ده هنا بيست على تكنيك محدد. هل بيبقى في نسبه خطا؟ اه ساعات يحط صورتي مع صوره اخويا لو احنا شبه بعض، صح؟ ويحطنا على اننا كاتيجوري معين، ولكن وانس ان الايتيمز عنده تخلص، الباترنز تخلص، بيستوب. ده اللي بيعمله ايه؟ الانسوبرفايز ليرنينج. لكن هو ما عندوش ايرور يقدر يبيز عليه. طيب واحد هيقولي طب ما هو ممكن يطلع نتيجه مش كويسه ومش اكيوريت. وارد جدا، ما هو الانسوبرفايز ليرنينج نسبه الخطا فيه بتكون اكبر من السوبرفايز، ما هو ما عندوش اصلا تيتشر يسوبرفايز اللي هو بيعمله. ولكن بعد كده فكروا في تكنيكس ان هو ازاي يعمل بيعملوا تيست او اكسبيرمنتس عشان يعملوا تشيك على النتيجه بعد ما طلعت، او بيستخدموا يعني ليهم طرق معينه بعد ما بيخلص الانسوبرفايز ليرنينج طريقته او يطلع النتائج بتاعته، بيبتدوا يعملوا تشيك على الايه النتائج اللي حصلت. على سبيل المثال انا عندي مجموعه من عندي دي ان اي وفي طبعا مجموعه من الجينز، وعايز اعرف كل جينز اعمل لهم كاتيجورايزيشن بحيث ان الجينز المسؤوله عن لون العين، لون البشره، لون وهكذا. فاللي هيعمله انه هيبتدي يعمل ايه؟ يصنف الجينز دي ويحط دول في كاتيجوري ودول في كاتيجوري ودول في كلاستر وهكذا.
خدوا بالكم كلاستر غير كلاس، لان كلاس معناها انه شغال كلاسيفيكيشن يبقى سوبرفايزد، انما كلاستر ما هو بيقسمهم بدون ما يكون عنده ليبل، فمش عارف هو بيقسمهم صح ولا غلط، ولكن بالتكنيك اللي هو ماشي بيه. بعد ما بيخلص خالص الباترنز بتاعته كلها كل الجينز، بيبتدي بقى الساينتست يعمل اكسبيرمنت ويشوف هل مجموعه الجينز دي فعلا حققت الغرض او التاسك المطلوبه ولا لا. ماشي يا جماعه؟ بيحصل طبعا نسبه خطا ان حاجه تتصنف في مكان مش في مكانها، وده وارد جدا زي ما ايه المثال بتاع جوجل فوتوس. تمام، يبقى لما نيجي نحل اي بروبلم باستخدام الهيبيان ليرنينج الجوريثم هنستخدم الليرنينج رول دي. طب وبقيه الستبس؟ هي نفسها، بس مش هتحسب ايرور، مش هتحسب كوميوليتيف ايرور، ماشي؟ انما بقيه الستبس كلها نفس الالجوريثم اللي كتبته في اول المحاضره. طب والاكتيفيشن فانكشن؟ اكتيفيشن فانكشن ملوش حاجه ثابته زي دول، يعني هنا دول كل واحد فيهم ليه اكتيفيشن فانكشن محدده بيشتغل بيها، انما الهيبيان او الانسوبرفايزد ليرنينج اي اكتيفيشن فانكشن شغاله معاه. نيجي بقى للنوع الثاني او الاخير من الليرنينج رول اللي احنا هنتكلم عنه، اللي هو الكومبتيتيف ليرنينج رول. كومبتيتيف يعني حاجه تنافسيه، يعني في كومبيتيشن ما بين النيورونز عشان نشوف مين فيهم هيديني اكبر اوتبوت من ضمن الاوتبوتس كلها. فالفكره في الكومبتيتيف ليرنينج هناخد رول منها اسمها وينر تيكس اول، الفايز بيقش. يعني الوينر تيكس اول فكرته ايه؟ فكرته ان انا عندي نتورك بالشكل ده، مجموعه نيورونز، وبشوف الاوتبوت بتاع كل نيورون، واللي بيديني الهايست اوتبوت هو الوحيد اللي بعمل ابديت للنيورونز بتاعته. وتاني مره احسب تاني اللي هيديني الاوتبوت، ولا ليكن ده هيديني الهايست اوتبوت فيهم كلهم، هعمل ابديتس للنيورون بتاعته وهكذا. تمام، ده الوحيد اللي الليرنينج رول بتاعته مختلفه شويه، لانه ان سوبرفايزد ليرنينج الجوريثم One of the neurons in the layer say the m has the maximum response due to input x. دخلت الانبوت واحد فيهم بس اللي هيديني الماكسيمم ريسبونس. This neuron is declared the winner. ساعتها ده الوينر، الوينر فقط هو اللي انا بعمل ابديت للايه للويت فيكتور بتاعه. الليرنينج رول بتاعت الوينر تيكس اول هي عباره عن الليرنينج كونستانت مضروب في الانبوت ماينس قيمه الايه الويت، من غير ما ندخل في الدريفيجن بتاعها هي عباره او المعادله يعني جت منين. يبقى مقدار التشينج في الويت هنا هيبقى الليرنينج كونستانت برضو بس مفيش دي نايس الاو، لا هي اكس الانبوت ماينس مقدار الويت، وده فقط للوينر نيورون، بينما بقيه النيورون الابديت بتاعها بصفر، يعني ما بعملش تشينج في الويت بتاعته. Winner selection زي ما قلنا is based on the maximum activation among all P neurons. P neurons يعني عدد النيورونز اللي موجودة في الاوتبوت participating in a competition. فبالتالي المقدار حصل الضرب البرودكت بتاع الويت مضروب في الانبوت، هو احنا عايزين ناخد الماكسيمم، اكتر واحد فيهم بيديني قيمة هو ده الوينر، وهو ده اللي بعمل ابديت للويت بتاعه. بعمل ابديت للويت بتاعه ازاي؟ عن طريق المعادلة دي. في عندك شيت بقى، الشيت فيه مسائل على البرسبترون والهيبيان وكل الليرنينج روت اللي شرحناها لحد بروبلم رقم 5. من اول بروبلم رقم 6 هتبقى على الباك بروجيشن، فهنأجلها لما نبتدي نشرح الايه اللي هو المالتي لاير، وازاي نعمل الليرنينج للمالتي لاير. هي جزء منها شبه اللي شرحناه، والجزء الثاني هيبقى جزء جديد هنتكلم عليه في محاضره بعد كده ان شاء الله. بالنسبه لده ازاي اقدر ان انا احكم على الاوتبوت بتاع الانسوبرفايزد ليرنينج، فده اللي انا لسه شرحاه من شويه. طيب مطلوب منك تحل البروبلم دي وترفعها لي، هعمل لك لينك ترفعها لي على الصفحه بتاعتنا، باستخدام الهيبيان ليرنينج الاكتيفيشن فانكشن اللي هتستخدمها باي بولر باينري. يعني ايه باي بولر باينري؟ اللي هي ساين فانكشن. تمام، هتعمل ليرنينج للانبوتس دي. خلاص بقت واضحه بالنسبه لنا اهي، دي انبوتس اللي هي الريكوردز اللي موجوده هنا، وده الانيشال فاليو اوف ويت. هتاخد اول انبوت مع الاول انيشال فاليو اوف ويت وتحسب الاوتبوت ستيب 1. تمام، زي ما حلينا المساله اللي انا كنت عاطيها لكم بونص. هسحب البونص ثاني يا فراس، ما خلصتش وما مشيتش، تتكلموا ليه؟ ليرنينج كونستانت بواحد، والاكتيفيشن فانكشن اللي هتستخدمها ايه؟ ايه ده شكل النيورون،
نفس المثال اللي اديته لكم من شويه، بس هتحلها باستخدام الهيبيان، مفيش ايرور، مفيش ديزايرد هنا زي في المثال اللي فات. ماشي يا جماعه؟ يبقى ده اساينمنت وتجيبوه المره الجايه ان شاء الله. شيت ايه الشيت الباشمهندس هيحله معاكم في السكشن وهرفعه لكم.